المقدم خالد الدريمه اللي خدا واحد العود نهار الثلاث، ان شاء الله غنعبروا مع الخيل ديال الضربه ونشوفوا واش يخرج ولا ما يخرجش. خليكم معنا. تمام معنا خويا اشرف، اللهم يسر. ودي زمر خليك الماء واحد عاد زيد دخل زيد يا سي نبيل. بارك الله عليك السي اشرف. كما كتشوف دابا الخيل ديال الصربات جمعات واحد مور واحد، كنتسناو شي خيل اخرى مازال ما جاتش باش ندوزو للعبارة ان شاء الله. هادو هما التقاليد والاعراف ديال الناس اللي كيشريو عود جديد من السوق، خصو ضروري يتعبر بخصوص الخيل ديال الصربات. ومن الاساسيات ديال العبار هو انه العود ما خصو يتقاس لا بركام ما يتضرب لا بقطايب لا حتى شي حاجه، خصو يمشي ينوض مع الخيل شوف اش مقاد معاه، لا في الجرا لا في الركوب لا في الجري. سي نبيل تبارك الله عليك سيدي. ياك حسن ياك بغيت تدرم فينا. كما كتشوفوا هذا هو الملعب اللي غيكون فيه العبار، ملعب ديال الكره بالاساس، ولكن غيتعيدوا منو البار هذا دابا وغيدار الملعب التوريض. والعبار ما تيحضروش ليه غير الناس ديال الصربه ولا صغار
الرجال كاع الناس ديال القبيله. سيروا دارو الغرودة شوف دا حاجة سكتشوف دا حاجة ها هو دا حاجة شوي عماد مالتك شوي عماد خلاص استحي وقيلة هاي الدادة اشتري اشنو انا اللي كنخلص ولا تفرع على عيط ليا النفعه المريفه الجديد صافي خرجين الو خلي دير المقاو دا حاج كدير علو قيد مره خلي اصاصي تبالك تبالك اشتري بس زيت ما يتعوض تشتري فيه زيان الطاف اولدي الطاف وصحي تلقاي هكذا كيف ما شفتوا العود داز في البحر الحمد لله واحتفالا بهذا الشيء المقدم يدير لنا جلسه ديال الطلبه والمقدمه ديال العشاء كما تشوفوا يا رب العالمين.